ازيكم حبايبي؟ هنعمل النهاردة ناجتس الفراخ بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة. يلا نبتدي مع بعض. بس لو اول مرة تشوفوني، انا هايدي مكرم من قناة كوكينج ويز هايدي. اتمنى ان انتوا تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير وتتابعوني، ويا ريت كومنت علشان وتقولوا لي ايه رأيكم في الاكل اللي انا بقدمه. معانا هنا نص من الكيلو من الفراخ. انا جبت فرخة وخليتها، خدت نص الصدر مع ورك، يعني هي لازم تبقى يا اما ربع كيلو صدور ومعاهم ربع كيلو اوراق. الاتنين مع بعض يبقى بيدي حلو ملمس للماسك، يعني الاوراق مهمة جدا في الناجتس، بتدي لها تماسك شوية وبتدي لها كمان طعم. معانا كمان هنا فيجيتار ومعلقتين من النشا، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وبودر بصل وثوم وبابريكا. معانا كمان الكريسبي الفراخ اللي هنغلف بيه الفراخ، وهنحتاج كمان في التغليف بيضة وكمان دقيق ومية للتغليف. طبعا هنمشي خطوة بخطوة كده. اول حاجة عندي الفراخ هنا، هضيف ليها النشا، معلقتين النشا، ومعلقتين من الفيجيتار. مش عايزين نكتر قوي يعني التوابل والحاجات دي علشان ما تضيعش طعم الاكل، بيبقى كلها طعمها توابل. برضو هنضيف الملح والفلفل والثوم وبصل باودر. وهنبتدي نقلب العجينة كويس كده. عجنت الصدور حلو قوي، او الصدور والاوراق مع بعض. نبتدي بقى نجهز التقطيع بتاعها. ممكن نستخدم التقطيع ده، بس في الحالة دي هنسيبها تجمد شوية. نفردها على كيس من التلاجة ونسيبها تجمد في التلاجة شوية، وممكن ان احنا نقطعها على طول كده بايدينا ونشكلها بايدينا على طول كده. بس انا الحقيقة حابة ان انا استخدم الشكل ده، شكله حلو كده وعجبني، يبقى شكله جميل في النبس. هبتدي افردها على كيس من التلاجة، حطيتها في صينية، حطيت كيس في صينية، وهبتدي افرد العجينة عندي بطريقة او سمك كويس، يعني تبقى رفيعة. هحطها بقى بعد ما فردتها في الصينية، هحطها في الفريزر لمدة نص ساعة، ساعة لربع كده، لغاية ما تجمد وتمسك نفسها شوية. هجهز بقى الناجتس بتاع الكفر بتاع الناجتس، على بال ما الناجتس تجمد شوية في التلاجة. يبقى معايا 4 معالق من الدقيق، هحط عليهم مية، ازود مية على حسب ما ياخد عندي، يبقى عجينة سميكة كده شوية. هضيف مية حبة بحبة عشان ايه ما انساش ان انا لسه هضيف بيض، ونقلب. احط بقى البيض، واشوف برضو خدت بيضتين واقلب برضو. هضيف للكفر بتاعنا ده برضو التوابل بتاعتنا، الملح والفلفل وبهارات الفراخ. هضيف كل البهارات، الملح والفلفل وبصل بودر، توم بودر، وكمان البابريكا. بحب انا اضيف البابريكا، بتدي لون حلو قوي في سواء اللحوم او الفراخ، وخصوصا كمان الفراخ هتبان اكتر. وهقلب الخليط كويس. طبعا انا هعوز التقل ده بس كده، حلو قوي.
بعد ما خلصنا الخليط بتاعنا سمكه كويس، هجيب بقى الفراخ بتاعتي اللي انا حطيتها في الفريزر. ابتدي اجيب قطعات، نشوف القطعات اللي احنا عايزينها الاشكال. ممكن اقطعها مثلا القلب كده، نبتدي نقطع كده. طبعا الكيس هيساعدنا ان احنا نشيل القطعة كده بالظبط كده. هنبتدي بقى نحطها هنا الاول. هغلفها كده وبعدين هحطها في الكريسبي بتاعي. هغلفها بالكريسبي. الكريسبي ده نلاقيه عند العطار، بيبقى هو خشن شوية بس انا طحنته. هبتدي بقى اطلعه في طبق، او ممكن انزل بيه على طول في الزيت. عندي كمان قطعات صغيرة ممكن نقطع بيها برضو باشكال. نشوف التقطيعات بقى اللي احنا عايزينها. الشكل ده جميل برضو، شكله حلو قوي. هنقطع بقى كل الاشكال دي ونحطها في الخليط والكريسبي، وبعد ما نخلص كله مرة واحدة نبتدي نقلي. ولو انا برضو ما عنديش قطعات ممكن بشكله نفس الاشكال اللي هي زي الحاجات الجاهزة من برة. بعمله كده الاول وبعدين اعمله كده زي القلب بالظبط، هيبقى واخد شكل القلب حلو جميل جدا قوي كده. واشكال كتيرة زي ما انتوا عايزين بقى. هنبتدي برضو ننزله في الطبق ونحطه في الكريسبي ونعمل اشكال بقى زي ما احنا عايزين. وممكن برضو نعمل الاشكال اللي هي بتبقى كده، دي تبقى مبططة كده. يعني انتوا شكلوا بقى زي ما انتوا عايزين، يا اما بقطعات يا اما قلب بايديكوا كده يتشكل كده. ممكن برضو الاشكال البسيطة دي. نبتدي بقى نحط صدور الناجتس في الزيت، لازم يكون سخن. عملت كمية حلوة قوي، يعني نص كيلو بس عمل كمية حلوة. وده الناجتس بعد ما حمرناه، طالع جميل جدا ومقرمش ما اقولكوش، وطري من جوه. شوف شكله عامل ازاي والقرمشة بقى ما اقولكوش. لو عجبكم بقى فيديو النهاردة متنسوش اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.